نشرة الأخبار مع صادق الشمري. السلام عليكم سادتي، هذه نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية، والبداية من العناوين. وسط مظاهر الحزن والأسى، حشود الزائرين يرسمون لوحة إيمانية مليونية في مراسم ركضة طويريج الخالدة. وسط استنفار أمني وخدمي، المؤمنون يحيون في النجف الأشرف زيارة عاشوراء، والكاظمية المقدسة تكتظ بالزائرين. الرئاسات الثلاث تعزي بذكرى عاشوراء، والكاظمي يوجه القوات الأمنية بحماية الزائرين ومواكب العزاء. أهلا بكم من جديد. حين أمر المتقين إلى سلاطين الفجور، وحكم الفاسقون عندما غدت الحقيقة حيرة حزينة والفضائل غريبة والرذائل مشروعة، عندما اختلط المزيف بالشريف وغدا البهتان والتزييف دستور الحكم، تلجلج الحق فكانت ملحمة عاشوراء صرخة مدوية كي لا يفتي الجهول ويستخزي العليم ويستحلي الذليل. نعم أعزائي المشاهدين، الحسين عليه السلام عبرة وعبرة، فهو الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسا غامضا وحنينا خارقا إلى العدل والحرية وأحلام الخلاص. السلام عليك يا حديث الدهر وكلمة الزمان، وعظم الله أجوركم بتلك المناسبة الأليمة والفاجعة العظيمة. وأحيا ملايين المؤمنين شعيرة ركضة طويريج في مدينة كربلاء المقدسة، ويقام العزاء في ظل إجراءات أمنية ووقائية، حيث فرشت العتبة الحسينية المقدسة طريق الركضة بالرمال والسجاد الأحمر. وجرت الركضة هذا العام من 6 أبواب في العتبة الحسينية لاستيعاب أكبر عدد من الزائرين. إلى ذلك أحيا أكثر من 4 ملايين زائر ليلة 9 و10 من شهر محرم الحرام في كربلاء المقدسة، وسط إجراءات أمنية وخدمية كبيرة. وكانت محافظة كربلاء المقدسة شهدت ملحمة مليونية شارك فيها العراقيون من مختلف المحافظات لإحياء مراسم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام. واستضافت كربلاء المقدسة الفعاليات الحسينية وسط إجراءات أمنية وصحية، حيث قال مدير شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني إن الخطة الأمنية شاركت فيها القوات الأمنية من الجيش والشرطة لغرض تأمين الحماية للزوار القادمين إلى كربلاء المقدسة، لافتا إلى أن الزيارة شارك فيها أكثر من 1000 موكب خدمي لتقديم الخدمات للزائرين. محافظ كربلاء بدوره أعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء، وقال نصيف الخطابي إن المحافظة بدأت بوقت مبكر بوضع خطط عديدة، منها الأمنية والخدمية والصحية، بمشاركة جميع دوائر الدولة والوزارات والمؤسسات، وتهدف لتوفير الحماية لملايين الزوار الذين وفدوا إلى المدينة ابتداء من اليوم الأول من محرم الحرام. من جانبه أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري نجاح الخطتين الأمنية والخدمية الخاصتين بإحياء الشعائر الحسينية في ذكرى عاشوراء. وفي السياق ذاته، أعلن قسم الإعلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة مشاركة أكثر من 400 شخص تابعين لوسائل إعلام محلية مختلفة في تغطية زيارة العاشر من المحرم وإحياء ذكرى واقعة الطف الأليمة. رئيس القسم عقيل الشريفي قال إن هذا العدد سجل منذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام ولغاية اللحظة، مبينا أن هناك 5 عجلات بث مباشر فضلا عن عجلات بث وأخرى ثانية
تصل إلى 10 عجلات جميعها تشارك في التغطية الإعلامية، مؤكدا تجهيزها بمصادر الطاقة من العتبة الحسينية وعلى مدار الساعة، إلى جانب الصوت والصورة من كاميرات قسم الإعلام في العتبة المقدسة المنتشرة داخل وخارج الضريح الشريف. المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. الفرق الصحية بكافة إمكانياتها استنفرت استعدادا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث تم نشر مئات المفارز الطبية في كربلاء ومثلها في النجف الأشرف. وقال مدير مركز العمليات وطب الطوارئ في وزارة الصحة فاضل الربيعي إن الخطة الطبية الخاصة بمناسبة زيارة عاشوراء في كربلاء المقدسة دخلت حيز التنفيذ، وشملت تغطية الطرق بالمفارز الطبية وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية. وشهدت مدينة النجف الأشرف نشر 42 مفرزة وأكثر من 50 سيارة إسعاف لتقديم الخدمات العلاجية والصحية خلال إقامة مراسم عاشوراء. إحياء لذكرى ملحمة الطف الخالدة سجلت كربلاء توافد أعداد غفيرة من الزوار العرب والأجانب. أفواج الوافدين من خارج العراق هي الأكبر منذ بداية جائحة كورونا التي شلت قطاع السياحة في العالم أجمع. الزائرون أشادوا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة العراقية في المطارات والمنافذ الحدودية. لما وصلنا لمطار بغداد الحمد لله الأمور كانت سهالات، وأخذوا عنا التطعيم، صار عنا التطعيم بي سي آر، والحمد لله رب العالمين الامور طيبه وكل شيء هو لابي عبد الله الحسين. الحمد لله رب العالمين. هذه ما اول زياره لي، بس في الظروف الحاليه يعني تعتبر بصراحه يعني انجاز من قبل الحكومه ومن قبل البلديه الخاصه بالمنطقه هني، المنطقه ما بين الحرمين منطقه العتبه. بصراحه ما مقصرين بالجهود والاجراءات، وايد وايد مسهلين على الزوار. الزائرون من خارج العراق أثنوا على الخدمات التي يقدمها أصحاب المواكب الحسينية، لا سيما الصحية منها ومدى التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، كما عبروا عن سعادتهم لوصولهم إلى كربلاء لإحياء مراسم عاشوراء عند الضريحين المقدسين بعد أن حرمتهم إجراءات منع السفر بسبب جائحة كورونا من الحضور العام الماضي. كان حلمي الكبير الوصول إلى كربلاء، واليوم تحقق هذا الحلم وأنا في كربلاء وأشارك في زيارة عاشوراء وأقول لبيك يا حسين، استجابة لنداء الحسين عليه السلام. زيارات نعمة الزيارة، والخدمات وكل شيء متوفر الحمد لله. منعتنا العام الكورونا، طبعا يعني بسبب الكورونا امتنعنا العام، والسنة الحمد لله رب العالمين جينا. بعد عامين على توقف السياحة الدينية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، تعود اليوم من جديد على نحو خجول مرهونة بتعافي حركة النقل دوليا وتخفيف إجراءات السفر. لقناة العراقية الإخبارية حسين محمد، كربلاء المقدسة. وفي النجف الأشرف خيمت أجواء الحزن والأسى على زائري مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في العاشر من المحرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام. العتبة العلوية أكدت وضع خطة متكاملة وداعمة لتوفير وجبات الطعام للزائرين، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي للمواكب المعزية وجميع الدوائر الخدمية التي تساهم في توفير الأجواء الآمنة والصحية للزائرين. نبقى في النجف الأشرف حيث تضافرت الجهود الخدمية وساهمت في إنجاح زيارة عاشوراء وسط إجراءات أمنية وقائية وصحية حفاظا على أرواح الزائرين. حشود الزائرين تتوافد إلى المدينة القديمة في النجف الأشرف لإحياء ليلة العاشر من شهر محرم الحرام. شوارع المدينة اتشحت بالسواد، الحزن يملأ المكان والدموع تذرف على فقد إمام لم يخرج أشرا ولا بطرا، إنما خرج لطلب الإصلاح. فالحسين علمنا الحرية ومحاربة الفساد ومقاومته، وكذلك علمنا أن نعيش أحرارا في دنيانا، وتعلمنا من الحسين كذلك أن نصون حقوق الإنسان. دائما نخدم الزوار بالماء والاكل والشرب، هذا كله
لثواب أبا عبد الله الحسين، وكل هذا ونقول قليل بحق أبا عبد الله الحسين. الالتزام بنهج الإمام الحسين والسير في طريقه المؤدي للنجاة والاقتداء بخلقه الرفيع صفات يسعى إليها المؤمنون، وهم يواصلون الليل بالنهار بهذه الخدمة لإمام ضحى بدمه وأهل بيته من أجل استقامة الدين الحنيف. أبا عبد الله قيم، مبادئ، ثورة. أبا عبد الله هو يريد النجاح، أبا عبد الله هو يريد الثورة ضد الطغيان، أبا عبد الله هو يريد الدراسة، أبا عبد الله هو مدرسة. المعزون أكدوا أن الإمام الحسين كان رمزا للتضحية والإباء، مشيرين إلى ضرورة السير في طريقه طريق الحق، مع ضرورة الابتعاد عن لغة العاطفة واستخدام لغة العقل، سيما في واقعة عاشوراء. الحسين عبرة، الحسين درس، الحسين ثقافة، الحسين أدب، الحسين يعني ما اريد اشوف هالخزعبلات هاي وتجي الاشياء اللي جاي يصير اخر بالاونه الاخيره مع الاسف يعني بالمواكب. فاتمنى ان الشباب يعني يقتدون بالامام الحسين. وها هي الحشود المؤمنه تتوجه صوب مرقد الامام علي عليه السلام لتعزيته بمصيبه ولده الامام الحسين ومن معه في واقعه الطف الاليمه الذين استشهدوا من أجل إعلاء كلمة الحق وإدحاض كلمة الباطل. من النجف الأشرف، أيمن أحمد، العراقية الإخبارية. في السليمانية نظم العشرات من أبناء المحافظة ومن كافة الطوائف والقوميات مجالس عزاء لإحياء ذكرى عاشوراء في مسجد وحسينية الحكيم. بعد أن فني صحبه يتجدد الولاء في ذكرى عاشوراء الحسين باستذكار واقعة الطف الأليمة من خلال إقامة الشعائر التي نظمتها حسينية الحكيم في محافظة السليمانية بمشاركة أبناء المدينة ومن كافة الطوائف والقوميات، والذين اجتمعوا تحت راية نصرة الحق على الباطل. مدينة السليمانية كما هم معلومة معروف هي مدينة التعايش السلمي، مدينة تضم جميع المكونات العراقية، لذلك نشهد يعني شاهدنا ونشهد اليوم وفي الأيام الماضية حضور نوعي لجميع المكونات. نهضة الإمام الحسين عليه السلام غنية عن التعريف، ممكن أن نستفيد من هذه النهضة المباركة في واقعنا المعاصر الكثير، يعني نستفيد العبرة والعبرة. شعارات وكلمات عبرت عن قضية الحسين التي مثلت حقيقة المشروع الإصلاحي الكبير والذي سار عليه الأحرار في العالم ضد الظلم والطغيان، مستلهمين العبر والدروس من هذه الثورة التي جمعت العقول والقلوب بمواقفها البطولية. المراسيم المعهودة في جميع أنحاء العالم من إقامة المقتل والمجالس والتعزية ومراسيم اللطم وتوزيع الطعام على المؤمنين، والحمد لله والشكر أنه المجالس تقام هنا بتنظيم مرتب وبشكل مؤمن. الرسالة اللي نحب نوصلها للعالم كله أنه الحسين هو ليس فقط لقومية أو طائفة معينة، الحسين هو رسالة لكل العالم، هو ضحى بنفسه من أجل إحياء الدين ومن أجل الإصلاح ومن أجل نصرة المظلوم على الظالم. ستبقى قضية الإمام الحسين قمرا منيرا في سماء الإنسانية وطريقا لنصرة الحق على الباطل. من داخل مسجد وحسينية الإمام الحكيم في السليمانية، سيف حقي، العراقية الإخبارية. وللحديث عن مراسم زيارة عاشوراء تنضم إلينا شبكة مراسلي العراقية الإخبارية من كربلاء المقدس الزميل حيدر الحاج، ومن النجف الأشرف منتظر الشريفي، ومن الكاظمية المقدس الزميل زيد الطائي. أبدأ بالمباشر من كربلاء حيث زميلنا حيدر الحاج. حيدر، ضعنا في أجواء الزيارة حتى هذه اللحظة، هل انتهت مراسم ركضة طويرج الخالدة؟ هل هناك فعاليات أخرى سيقوم بتنفيذها الزائرون حتى ساعات متأخرة من الليل؟ نعم، هذه الزيارة ربما واجهت أربعة تحديات. التحدي الأول كان تحدي النقل، والتحدي الثاني هو تحدي الأمن وتحدي كورونا، وأيضا تحدي التنظيم وعدم
وجود يعني تزاحمات وكذلك ربما تعثرات واختناقات. كل هذه التحديات نجحت بشكل كبير، وها هي الزيارة ربما يعني تلف آخر أحداثها بعد أن أدى الزائرون والمعزون ركضة طويريج. الخارجون في هذه اللحظة من المدينة أكثر من الداخلين بكثير. خطة النقل، دعنا نبدأ بخطة النقل، فقد هيئت وزارة النقل وكذلك الإدارة المحلية، الحكومة المحلية وكذلك العتبات المقدسة والنقل الخاص، بالإضافة إلى الوزارات الساندة التجارة والدفاع والداخلية والإعمار والإسكان وغيرها من الوزارات الساندة في خطة النقل. الآن تجري عملية إجلاء الزائرين من المدينة بشكل كبير جدا بعد أن قللت الحكومة المحلية وكذلك الجهات الأمنية من القطوعات، ومن أجل إخلاء الزائرين بشكل كبير. أساطيل البرية طبعا بالقرب من المدينة القديمة لنقل الزائرين إلى محافظاتهم أو حتى إلى الحدود بالنسبة للقادمين برا من الزائرين الإيرانيين أو غير الإيرانيين. طبعا هذه الخطة تجري وفق ما مخطط لها، وقد أوفدت وزارة النقل عجلاتها وحافلاتها من ذوات الطابقين والحافلات الكبيرة والصغيرة والميكروباص وغيرها لإجلاء الزائرين، وقد نجحت بشكل كبير، إذ أن مدينة كربلاء الآن تخلو تقريبا من الزائرين بعد أداء ركضة طويريج وبدون أي تزاحمات على الحافلات وعجلات النقل. بالنسبة للأمن نجحت الخطة بشكل كبير، إذ لم يسجل أي حادث لا سمح الله في هذه الخطة، جرت بانسيابية عالية. الخطة رغم الانتشار الأمني في اليومين الأخيرين في مدينة كربلاء إلا أنه لم يسجل أي حادث في المدينة. بعد قليل حيدر، ستعلن قيادة عمليات كربلاء نجاح الخطة في مؤتمر أوفد. نعم حيدر، هل هناك إحصائية ولو تقريبية على أعداد الزائرين الذين دخلوا إلى كربلاء المقدسة على مدار زيارة عاشوراء؟ عادة هذه الخطط تعلن والأعداد تعلن في نهاية الخطة، وستعلن الآن بعد أن أوفدت قناة العراقية كادرا صحفيا متخصصا لحضور هذا المؤتمر للإعلان عن الخطة وكذلك أعداد الزائرين الداخلين إلى مدينة كربلاء. أود أن أكمل ما بدأناه عن الخطط المعدة، إذ أن التنظيم شهد نجاحا كبيرا، إذ أن العتبات المقدسة نظمت أكثر من 7000 عنصر بشري كان يشكل سلسلة بشرية على طريقي ركضة طويريج لمنع يعني أي تعثرات أو أي تزاحمات في هذه الركضة، وقد انتهت على خير، بالإضافة إلى توجيه الزائرين والمعزين بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوزيع أكياس تحمل الكمامات والمعقمات والبروشورات التوعوية من أجل ألا تكون هناك انتشار لفيروس كورونا، خصوصا وأن العراق يرشح لأن يكون هناك موجة رابعة في هذه الآونة. أما يعني ما يخص الإجراءات الصحية فقد أبلت بلاء حسنا دائرة صحة كربلاء والفرق الصحية المشكلة من العتبات المقدسة والفرق الساندة من الهلال الأحمر وغيرها من الفرق التطوعية. طبعا كل هذه الخطط نجحت بشكل كبير، وقد أعلنت الحكومة المحلية وستعلن قيادة عمليات كربلاء كل هذه التفاصيل فضلا عن العتبات المقدسة وما قامت به من خلال بث يعني أكثر من 10,000 لتر من الأكسجين في العتبات المقدسة لأن ينعش الزائرين ولا يكون هناك اختناقات أو انتشار للفيروس، فضلا عن المعقمات والمعفرات وفرق التعفير في الأضرحة المقدسة. طيب حيدر ابقى معي، ابقى معي حيدر، سلامة للزائرين وعدم انتقال الفيروس بينهم. ابقى معي حيدر لأنتقل إلى نجف الأشرف ومراسل العراقية الإخبارية منتظر الشريفي. منتظر، كيف تبدو النجف الأشرف الآن، المدينة القديمة، ضريح الإمام علي عليه السلام؟ هل ما زال الزائرون يتوفدون إلى النجف الأشرف ومن ثم الانتقال إلى كربلاء، أم تحولت الآن الصورة عكسية بعد أن يختتم الزائرون زيارتهم إلى كربلاء يعودوا إلى النجف الأشرف ومن ثم المغادرة فيما يتعلق بالأجانب طبعا والعرب عبر مطار النجف الأشرف الدولي؟ مساء الخير صادق، عظم الله لكم الأجر المشاهدين الكرام. الآن يعني المشهد كما تراه من خلفي الشوارع شبه فارغة بعد 10 أيام من أداء مراسيم زيارة الإمام الحسين عليه السلام بدءا من الحادي من المحرم ولغاية اليوم، عفوا لغاية اليوم فعلا العاشر من المحرم.
كانت الذروة ابتدأت من يوم أمس ليلة العاشر ولغاية فجر هذا اليوم كانت هي ذروة الزيارة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. نعم، الحشود جاءت من مختلف المحافظات العراقية، ربما حتى من الأقضية والنواحي، جاءوا إلى مدينة النجف الأشرف إلى مرقد الإمام علي عليه السلام، يحملون رايات العزاء للإمام علي عليه السلام وتعزيته بولده الحسين وأهل بيته الكرام. وبالتالي كانت بالفعل يعني مناسبة عظيمة، مناسبة حزينة. ربما الأجواء تختلف في هذه الزيارة وزيارة العام الماضي بوجود جائحة كورونا. سوف نتحدث حول هذا الموضوع بعد الحديث عن ثلاثة محاور كانت للخطة المتبعة لتأدية مراسيم الزيارة من قبل الأجهزة الرسمية، سواء كانت على الجانب الأمني توزيع النجف على 7 محاور، الحشد الشعبي في البادية، طيران الجيش في السماء، الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها على الأرض في محافظة النجف الأشرف لتأمين سلاسة وسيابية أداء مراسيم الزيارة. إضافة إلى ذلك هنالك خطة خدمية قدمت من قبل الأجهزة البلدية. الآن شاهدنا قبل قليل سيارات البلدية وهي تنظف الأماكن، إضافة إلى يعني الجهود الساندة لها من قبل هيئة المواكب الحسينية وأصحاب المواكب عامة، يساندون في عمليات التنظيف لتبدو المدينة كما عهدناها. الأبرز في هذا الموضوع هو العمل الصحي والخطة الصحية التي تشارك بها سواء كان من العتبة العلوية، أيضا إضافة يعني القطاع الصحي في العتبة العلوية، إضافة لدائرة الصحة النجف التي بذلت جهود كبيرة في هذه الزيارة من أجل تأمين سلامة الزائرين. الخطة كانت على محورين، المحور الأول وهو يعني خطة علاجية ووقائية وتأمين أيضا سلامة الزائرين الذين يمارسون الطقوس الدينية. من جانب آخر، في حال وجود حالات لجائحة كورونا أو إصابات لجائحة كورونا، نعم، يتم نقلهم مباشرة إلى المراكز الصحية. لدينا في المدينة القديمة كان هنالك مركزين صحيين، صادق اسمح لي في هذه النقطة، مركزين صحيين إضافة إلى عشرات المركبات، مركبات الإسعاف. اللافت بالنظر هذا العام إقامة مركز ووضع مركز لتقديم اللقاح للزائرين الكرام لأبناء مدينة النجف الأشرف، محافظة النجف الأشرف حصرا، باعتبار أن المحافظات الأخرى يتلقون لقاحهم في محافظاتهم. بالتالي شهدنا إقبال من قبل المواطنين على أخذ اللقاح. كانت هناك حملات تعفير أيضا في عموم أرجاء المدينة القديمة. صادق منتظر، ابقى معي لينتقل إلى الكاظمية المقدسة ومراسل العراقي الإخبارية الزميل زيد الطائي. زيد، ضعنا في أجواء الزيارة لديك، ما هي الإجراءات الأمنية الخدمية الصحية المتبعة في الكاظمية المقدسة؟ هل شهدت قطوعات أمنية أم ما زال الزائرون يتوفدون إلى المدينة بسيابية عالية، يتوفدون إلى المدينة ويخرجون منها بعد أداء مراسم الزيارة؟ تفضل زيد. نعم، يعني في تجليات هذا اليوم، يوم العاشر من محرم، ربما مدينة الكاظمية الأقل عددا في المدن ثقلا من حيث الزائرين. يعني منذ ساعات الصباح الأولى من فاتته زيارة كربلاء أو النجف توجه إلى مدينة الكاظمية المقدسة. ربما أنت تشاهد يعني ورائي الآن الأعداد هي بدأت ترتفع شيئا فشيئا في مدينة الكاظمية المقدسة. أحيطت مدينة الكاظمية المقدسة بعدد من الأطواق الأمنية. هذه الأطواق تنقسم إلى بوابات حديدية بالإضافة لقوات راجلة تقوم بتفتيش الداخلين والخارجين، فضلا عن مركز متخصص للكاميرات لمراقبة جميع المسارات في هذه المدينة المقدسة. هنا أيضا توجد يعني داخل المناطق القريبة من الحرم الكاظمي أيضا أفرع خاصة ومسارب خاصة، هذه تفتح في حالات الزحام أو تفتح في حالات خاصة لكي يذهب من خلالها الزائرون إلى مقصدهم. وهنا أيضا إجراءات صحية ووقائية اتخذت من هيئة المجالس الحسينية التي تعمل هنا في داخل مدينة الكاظمية المقدسة بالتعاون مع جمعيات وتشكيلات شعبية موجودة داخل المدينة.
خارج المدينة تتهيأ من خلالها العديد من الإجراءات الصحية والوقائية مثل توزيع الكمامات بالإضافة إلى المواد الصحية والمعقمات إلى الزائرين إلى داخل الحرم الكاظمي. اليوم تستعد مدينة الكاظمية المقدسة خصوصا بعد انتهاء ركضة الطويريج إلى طقس خاص، وهو كما تشاهده الآن ورائي هذه هي الخيم التي نصبت قبل قليل هنا في مدينة الكاظمية المقدسة وفي مدخل الإمام الكاظم عليه السلام. هذه الخيم تمثل واحدة من المشاهد العاشورائية التي ستكون هنا ما يعرف بالتشابيه ستحدث هنا، وستكون عملية إيقاد الشموع أيضا في هذا المكان المقابل للإمام. هنا ستتم عملية متكاملة حقيقة من هيئة المواكب الحسينية بإتمام ما حدث لآل البيت عليهم السلام قبل 1400 عام وتجسيدها بصورة متكاملة من خلال ما حدث على الفواطم هنا في مدينة الكاظمية المقدسة وتجسيد كامل للواقعة. زيد الطائي مراسل العراقية الإخبارية كنت معي عبر الهواء مباشرة من الكاظمية المقدسة، أشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لزملائي في شبكة العراقية الإخبارية من المراسلين الزميل حيدر الحاج من كربلاء المقدسة ومن النجف الأشرف منتظر الشريفي، شكرا جزيلا لكم. كما أحيا أبناء محافظة أربيل ذكرى عاشوراء الأليمة مستذكرين منها الدروس والعبر لقول الحق والوقوف بوجه الظلم والطغيان، مؤكدين التزامهم بالإجراءات الوقائية والصحية. بأجواء إيمانية يملأه الحزن والأسى على سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، أحيا المؤمنون في محافظة أربيل ذكرى واقعة الطف الأليمة، حيث استذكر الحاضرون هذه الواقعة واستلهموا منها الدروس والعبر. تبقى أربيل ملتحقة بركب المواكب الحسينية في عموم المحافظات العراقية، وهناك طيف كبير جدا من المسلمين ومن غير المسلمين يحيون هذه المراسم وهذه المناسك الحسينية في أربيل. المميز في مجالس أقليم كردستان وأربيل أيضا على الوجه الخصوص هو وجود الطيف العراقي الموزائيك العراقي المتلون بكافة تلاوينه القومية والدينية والإثنية والعرقية، وكلهم يتحدون تحت يافطة أن الحسين يجمعنا. الحاضرون بدورهم والتزموا بالإجراءات الوقائية التي فرضتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في أربيل، وذلك تحسبا من وقوع أي إصابة بهذا الفيروس وانتشاره بينهم. والله الحمد لله وشكر الناس ملتزمين بالوقاية الصحية بارتداء الكمامة وبالكفوف والتباعد، حتى أثناء أداء مراسيم القراية واللطم يكون يعني التباعد موجود. واقعة الطف الأليمة ثورة انتصر فيها الدم على السيف، وما زال صداه يصل إلى العالم أجمع ويعطي للبشرية دروسا لقول الحق والوقوف بوجه الظلم والطغيان. للعراقية الأخبارية حسين زنقنا أربيل. ومع إحياء المواطنين ذكرى عاشوراء كثفت القوات الأمنية من إجراءاتها لتأمين مداخل منطقة الكاظمية لحماية الزائرين. قائد الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية أكد للإخبارية استمرار العمليات الاستباقية وتفتيش المناطق المفتوحة فضلا عن نشر عناصر أمنية في الفضاءات المفتوحة، فيما أكد قائد المقر المتقدم لجانب الكرخة أن الخطة المرسومة تشمل تأمين المواكب مع إشراك جميع الوكالات الاستخبارية. إجراءات أمنية وخدمية تشهدها مدينة الكاظمية المقدسة خلال إحياء مراسيم زيارة العاشر من محرم لتأمين حركة الزائرين المتوجهين صوب المدينة المقدسة. مداخل مدينة الكاظمية المقدسة ومن جميع جهاتها أمنت بشكل محكم من خلال انتشار قوة خاصة من الاستخبارات العسكرية وقطعات الشرطة الاتحادية. قيادة الفرقة الثانية مسؤولة عن تأمين الحماية لكامل مدينة الكاظمية ومحيطها من شاطئ الشمال التاجي إلى جنوب الخط السريع لمطار بغداد الدولي، بنشر العناصر الاستخبارية على كافة مداخل ومخارج المدينة الكاظمية المقدسة، محيط مدينة الكاظمية ومحيط شمال التاجي
لحد الآن العمليات الاستباقية مستمرة بتفتيش المناطق المفتوحة، إضافة إلى نشر مفارز في المناطق والفضاءات الفارغة. أنا أطمنك أنه إن شاء الله تمر الزيارة على خير وأمان. الإجراءات الأمنية أعتقد إجراءات أمنية الحمد لله موفقة، والزيارة زيارة ميمونة والحمد لله. مواكب موجودة الحمد لله، وكل شيء موجود والحمد لله، الأمور تمشي على ما يرام. يقيم المجلس ومن بعد المجلس نوزع تمن وقيمة للزائرين. وبالنسبة للإجراءات الأمنية، بالنسبة للإجراءات الأمنية جيد جدا، متعاونين بالنسبة للقوات الأمنية. في محيط مدينة الكاظمية المقدسة تنفذ قيادة عمليات بغداد عملية أمنية شمالية العاصمة لمنع الإرهابيين من أي محاولة لاستهداف الزائرين، وتتمكن من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتستولي على كميات من الأعتدة والمواد المتفجرة في قضاء الطارمية. إعداد خطة متكاملة لتأمين الحماية المواكب الحسينية خلال مناسبة عاشوراء. هذه الخطة تشمل تأمين المواكب، تفتيش أماكن المواكب والتشابيه وجميع الفعاليات الحسينية، أيضا إحكام مداخل ومخارج القواطع من خلال إشراك كافة الوكالات الأمنية بتفتيش هذه المداخل ونصب السيطرات مفاجئة. ضمن هذه الخطة التأكيد على العمل التعرضي والعمليات الاستباقية في مناطق حزام بغداد، حتى تقوم قيادة فرقة المشاط السادسة والقطاعات الملحقة بها بتنفيذ الواجب اليوم الخامس التوالي، واللي أسفر على إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين، العثور على أقداس عتاد، فتح وتأمين الطرق. خطة أمنية متكاملة يتخللها جهد خدمي وصحي لتوفير متطلبات زيارة العاشر من محرم وإنجاح هذه الزيارة من جميع الجوانب. من مدينة الكاظمية المقدسة، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. وكانت مدينة الإمامين الكاظميين عليهما السلام قد اكتظت بمواكب العزاء الحسينية وجموع الزائرين المشاركين بإحياء مراسم عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام. وتوافدت جموع الزائرين إلى مرقدي الإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهم السلام لحضور مجالس العزاء التي أقامتها العتبة الكاظمية ضمن مراسم عاشوراء في شهر المحرم الحرام. من خلال تنسيق الجهود المشتركة ووضع الخطط المناسبة، قامت القوات الأمنية بالتعاون مع الحشد الشعبي بتأمين المجالس الحسينية ومواكب العزاء في مناطق سهل نينوى لتقديم الخدمات للزائرين إحياء لذكرى عاشوراء. السنة الخامسة على التوالي يقوم الحشد الشعبي واللواء 30 بالأخص بتأمين المقامات في سهل نينوى في زيارة العاشر من المحرم وزيارة الأربعين أيضا. والخطة متكاملة بالتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى من قيادة عمليات الحشد الشعبي وقيادة عمليات الجيش واللواء 3 من الجيش وكافة القوات الأمنية الأخرى، تنسيق عالي جدا. والحمد لله السنة الخامسة على التوالي لم يحصل أي خرق. هذه السنة نشوف عدد الزائرين والمواكب الحسينية والخدمة الحسينية متميزة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها نعمة على العراق، أن يعم الخير على العراقيين ببركة ذكرى شهادة الحسين عليه السلام. قال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح إن مصاب الإمام الحسين عليه السلام هو مصاب الأمة، وإن ملحمة عاشوراء تخطت بمآثرها حدود الزمان والمكان. الرئيس صالح في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء أضاف أن العراق يستذكر واقعة الطف، والبلد يمر بمرحلة فاصلة ويحتاج إلى إصلاح شامل فضلا عن إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة. إن مصاب الإمام الحسين هو مصاب الأمة، وأنني أعزي شعبنا العراقي وهو يجدد الولاء العميق لريحانة رسول الله، أملا أن نكون جميعا من السائرين على نهجه. لقد تخطت ملحمة عاشوراء بمآثرها حدود الزمان والمكان، حتى أضحت وقفة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء مناسبة حية بيننا بما نستلهمه منها من عبرة وموعظة حسنة. نستذكر ذكرى شهداء الطف هذا العام، وبلدنا يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة واستحقاقات ملحة
لا تخلو من تحديات جسيمة. إنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة تكون مبعث اعتزاز العراقيين وعامل سلام وتعاون وإخاء مع الجميع من أشقائنا وأصدقائنا في المنطقة والعالم. الرئيس صالح أكد عدم الاستخفاف بحجم التحديات التي تكتنف الانتخابات المقبلة، فضلا عن التعامل مع المخاوف القائمة أمام الانتخابات بحرص وحوار وطني مخلص، متأملا أن تكون الانتخابات المسار الصحيح للتغيير والإصلاح. لن يتحقق ذلك من دون الاحتكام إلى الشعب وإنفاذ إرادته الحرة عبر الانتخابات المقبلة. لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف هذه الانتخابات، ونتفهم المخاوف القائمة حولها، ويجب أن نتعامل مع هذه المخاوف بجدية، وهذا يتطلب حرصا وحوارا وطنيا مخلصا لتطمين العراقيين ومعالجة مكامن الخلل في العملية الانتخابية وغلق الثغرات وتهيئة أجواء تسودها الثقة، تحقيقا لما هو مأمول في أن تكون الانتخابات المسار السلمي الصحيح للتغيير والإصلاح والخروج من أزمات البلد المتراكمة نحو حكم رشيد يصون حقوق المواطنين ويلبي طموحاتهم. إذ لا خيار أمامنا إلا الاحتكام إلى صوت الشعب، وهو وعد قطعناه على أنفسنا. وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحث خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد. وفي مستهل الاجتماع تقدم رئيس مجلس الوزراء بالتعزية إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا توجيهاته للقوات الأمنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين ومواكب العزاء. كما قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعازيه إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى عاشوراء. وقال الحلبوسي في بيان: أيها الشعب العراقي، أيها المؤمنون بالحق والتضحية، عظم الله أجركم باستشهاد منارة الحق ورجل الموقف في عاشوراء التي تتجدد فيها فكرة ثورة الحسين بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومواجهة الظالم والاستبداد. وأضاف أن موقف الإمام الحسين عليه السلام هو مسؤولية كل المخلصين لفكرة العدل والساعين إلى الحق في مواجهة الظلم، حيث تؤكد ذكرى عاشوراء في هذه الظروف التي تمر بها البلاد نصرة المظلومين والضعفاء على كل مظاهر الباطل والفساد والإرهاب والقتل وإزهاق الأرواح وتكريس الدكتاتورية وسلب الحرية. ويحتم الواجب الذي يفرضه منهج الإمام الحسين عليه السلام على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية من أجل تطبيق مشروع الإصلاح والتغيير الحقيقي والمضي به. كما دعا رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني اليوم إلى جعل ذكرى العاشر من المحرم حافزا لنبذ العنف والتطرف ونبذ الخلافات. وقال بارزاني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: لنجعل من إحياء ذكرى واقعة عاشوراء الأليمة حافزا لمحو فكر وثقافة العنف والتطرف ونبذ الخلافات وإلهاما لتوطيد أواصر المحبة ومبادئ التسامح والتعايش بين أطياف الشعب لإرساء الاستقرار والسلام في العراق. ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 209 ملايين إصابة، وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن أجمالي الوفيات ارتفع أيضا إلى أكثر من 4,300,000 وفاة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية والهند ثالثا. بعد أن تم إكمال جميع الإجراءات الخاصة بمشروع الرفيل السكني، بدأت الملاكات الفنية بالمسح الميداني للمنطقة المخصصة لهذا المشروع كمرحلة أولى. رئيس هيئة الاستثمار أعلنت أنه خلال أسبوعين سيتم إصدار إجازة لإحدى الشركات الإقليمية
للبدء بهذا المشروع. بوتيرة متسارعة، الهيئة الوطنية للاستثمار تستكمل المسح الهندسي للمرحلة الأولى لمشروع مدينة الرافيل والبلغ 16 ألف دونم من أصل 106 ألف دونم، ستخصص لبناء مجمعات سكنية وأماكن ترفيهية وتجارية كأولى خطوات إنشاء العاصمة الإدارية التي ستضم وزارات ومؤسسات حكومية بغية حل مشكلة التوسع السكاني والزخم المروري في العاصمة. قرار مجلس الوزراء وافقت الوزارات المعنية بتخصيص الأراضي لمشروع مدينة الرافيل. أكو أراضي ملك خاص وعليها عقود، لكن هاي راح تكون بالمراحل اللاحقة. طبعا هاي احنا مو من حقنا احنا نجيمها، احنا دا نخطط بالأراضي فقط التابعة للهيئات الحكومية لإنشاء المدينة حوالين أرض المطار. بعد أسبوعين احنا في صدد إصدار إجازة لأحد الشركات الإقليمية اللي راح تبتدي الشغل يعني في خلال أسابيع قليلة جدا. المنطقة كلها راح تستفاد بعد إنشاء المرحلة الأولى. ليش؟ لأنه أنت راح تزود المنطقة بخدمات بنية تحتية وراح ترفع قيمة المنطقة، فالملاك الخاصين هم يعني الملاك الخاص راح يكون أكثر واحد مستفيد، لأن احنا نطور لنا المنطقة مالته. الجهات الحكومية الساندة الفنية منها والهندسية أشرفت على عملية المسح الهندسي والموقعي للمرحلة الأولى التي تخلو بحسب كلامهم من الأراضي الخاصة والبيوت، وإنها عائدة لبعض الوزارات التي خول مجلس الوزراء صلاحية الحصول عليها لإنجاز المشروع. 16 ألف دونم اللي هي ضمن مشروع الرافيل المرحلة الأولى لم تشمل أي شيء خاص، أي ملك خاص، حتى يعني أي ملك خاص أو أي شيء مهم تابع للدولة، يعني كان جهاز حساس أو فشي تم استثناء من المنطقة، فقط اللي تم مسحها لأراضي اللي تابعة لوزارة المالية أو الوزارات الأخرى بالتنسيق معها، والإشغال مالها أكثرها هو متروكة أو بها مثلا بنات سابقة أو كرفانات، يعني ما بها إشغال خاص، أي إشغال يعني لا هي عاديتها كملك يعني كصورة قيود أو تزيع قار، لا هي كملك خاص ولا بها حاليا إشغال خاص أو متجاوزين. تشكيل لجنة عليا من الجهات القطاعية وبرئاسة معالي رئيس الهيئة وعضوية السيد المستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار وبعض الاستشاريين من الجامعات ومن الجهات القطاعية الحكومية، المساحة العامة، التسجيل العقاري، عقارات الدولة، المساحة العامة، وزارة الموارد المائية، المساحة العامة، والآثار، والتصميم الحضري في أمانة بغداد ومحافظة بغداد. الاستعانة بشركات عالمية لإنجاح هذه التجربة التي تسعى الهيئة الوطنية للاستثمار أن تكون مشابهة لما نجحت به بعض الدول العربية والإقليمية، يعد من أولويات الحكومة في إنشاء عاصمة إدارية متكاملة تلبي حاجة المواطن اقتصاديا واجتماعيا. من بغداد، حسن الفواز، العراقي الأخبارية. رغم التهديد والوعيد من قبل المتجاوزين على المال العام، تستمر حملة عبير بغداد برفع التجاوزات من العاصمة بغداد دون توقف، حملة حققت حصيلة تتجاوز الآلاف من المخالفات المرفوعة، بعضها يتجاوز عمره 10 سنوات. بلا هوادة الأصفر يكتسح التجاوزات في رصافة بغداد ويزيل مشيدات على أرصفة الشوارع عمرها أكثر من 10 سنوات ضمن حملة واسعة تستمر حتى تحقيق أهدافها. بلدية الغدير التي تعاني من كثرة التجاوزات أكدت للإخبارية أن لا تهاون مع المتجاوزين. قام دائرة بلدية الغدير بإجراء حملة واسعة على إزالة التجاوزات، وأحب أنوه للأخوة المواطنين والمستمعين والمشاهدين أنه اليوم دائرة بلدية الغدير الحملات اللي قامت بها وزارة التجاوزات تختلف عن كل الإجراءات والمعاملات اللي قمناها المواطنين سابقا. اليوم الحملة اللي قمناها هي طبعا أكيد كل عمل يكون بمضار وبمنافع، احنا اليوم التجاوز اللي ننزله هو إزالة مصلحة شخصية مقابل مصلحة عامة. اليوم مواطن يقول أنا عندي شمبر عايش عليه بس هو ضار بشارع كامل أو حي كامل أو محلة كاملة، فتدري انت هاي مصلحة مجتمع، يعني مو بالسهولة انه تخلي المواطن على حساب رزقه يأذي مجتمع كامل. التهديد والوعيد بملاكات الأمانة يترجم حجم التحديات التي تتعرض لها من المتجاوزين. تعرف انت المواطن مهما يكون يحس بنفسه هو
احنا ضاغطين عليه، بس هو هذا مال عام مو مال خاص. يوميا احنا ندخل في محله من المحلات، يوميا عندنا شوارع رئيسيه جانزمه نزيل جميع التجاوزات. واسفرت حمله عبير بغداد التي انطلقت بدايه الاسبوع الحالي عن إزالة آلاف التجاوزات على أراض مملوكة للدولة وأخرى على الشوارع وأرصفتها. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. مع إطلاق رئيس مجلس الوزراء حملة رفع التجاوزات، أعلنت وزارة الموارد المائية البدء بحملة كبرى لتنظيف وكري نهر دجلة من أجل تسهيل جريان تدفق المياه إلى مصابات النهر، فيما بينت الوزارة سعيها إلى جعل الجارة إيران ضخ كميات أكبر من المياه في نهر الكارون، فضلا عن الجريان الذي يأتي من نهر دجلة لإعادة مناسيب المياه إلى وضعها الطبيعي. حملة كبرى أطلقتها وزارة الموارد المائية لكري وتنظيف نهر دجلة تهدف لرفع التجاوزات والقصب وتسهيل جريان المياه في حوض النهر، خاصة وأن بعض المناطق باتت تشهد صعوبة وصول الماء إلى محطات ومجمعات الإسالة بسبب تجمع النفايات والمخلفات البلاستيكية، إلى جانب انخفاض مناسيب النهر بسبب سياسات دول الجوار. بدء الحملة الكبرى كري وتنظيف عمود دجلة. الآليات التي تستخدم في تنفيذ الحملة هي آليات تخصصية كالكراءة بمختلف أنواعها والبرمائيات، الحفارات البرمائية وحفارة ذراع طويل، تسهيل جريان وتدفق النهر إلى ذنائب نهر دجلة. القاطع هذا ممتد من جنوب جسر مدينة الطيب إلى شمال جسر السمك، والآن يعني ترون خلفي الحفارة البرمائية اللي قاعد تنظف وترفع الجزرات المتصلة والتنظيف القصب. الانخفاض المستمر في مناسيب مياه نهري دجلة والفرات ناجم عن حصار تشنه تركيا وإيران على العراق، تسبب بتراجع إيرادات النهرين لأكثر من 50% عن المعدل الطبيعي. أما حل الأزمة فيتطلب عملا دبلوماسيا واستخدام الورقة الاقتصادية بوجه الجارتين والتهديد بخفض الاستيراد، فيما يعول معنيون على التفاوضات مع كل من إيران وتركيا للحصول على حصص العراق الكافية للزراعة والاستخدام البشري. الجارة إيران تقوم بإطلاق كميات مناسبة في نهر الكارون لشط العرب، إضافة إلى الجريان الذي يأتي من نهر دجلة، وبهذه الطريقة ستنتعش المنطقة. التفاوضات مستمرة مع دول المنبع للوصول إلى نتيجة مشتركة. عمليات كري وتنظيف تسعى لتسهيل حركة المياه ووصولها إلى محطات الإسالة في وقت خفضت فيه دول الجوار الإطلاقات المائية لدجلة والفرات، الأمر الذي تسبب بأزمة مياه وجفاف مع خروج آلاف الدونمات عن الزراعة وفقدان أكثر من مليار متر مكعب من المياه. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد. على خلفية القصف المستمر لشمال البلاد من قبل تركيا خصوصا في الأسابيع القليلة الماضية، وضعت الحكومة الاتحادية حدا لهذه الاستهدافات من خلال قطع الطريق على أنقرة عبر اتفاق سنجار لمنع تحويلها لعمليات تستهدف أمن القضاء، في وقت يطالب الإقليم بخروج الأطراف المتواجدة في سنجار لأحد المؤسسات أو لأخذ المؤسسات الاتحادية دورها في القضاء. القصف التركي لشمال العراق تزداد وتيرته. اليومان الماضيان خلف ضحايا بين المدنيين العراقيين. القيادة العراقية حاولت قطع الطريق على تركيا عبر اتفاق سنجار القاضي بتسليم الأمن لقوات اتحادية. الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان، الاتحاد والديمقراطي الكردستاني، مواقفهما تكاد تتطابق مع توجه الحكومة الاتحادية. لا يجوز الاستهداف أولا عسكريا لأي جهة كانت، ثانيا الأطراف الأخرى المتواجدة في السنجار التي هي يجب غير مرحب بها ويجب أن تغادر سنجار، ويجب أن يكون هناك ظل للمؤسسات الدستورية العراقية هناك. لكن تسليم ملف الأمن على الحدود التركية بشكل كامل للحكومة العراقية هو المعضلة وفقا لقوى سياسية عراقية.
أخذ الحدود من قبل قواتنا الأمنية للتعامل مع الحكومة التركية دولة مقابل دولة وليس البيشمركة مقابل دولة، وهذا الحل الوحيد. بغداد عززت قواتها الاتحادية في سنجار لمنع تحويلها لساحة اشتباك إقليمي، لكن يبدو أن كل هذا لم يقنع أنقرة بوقف عملياتها شمالي العراق. حازم الشرع، العراقية الإخبارية، بغداد. تستذكر وزارة الخارجية التفجير الإرهابي الذي استهدف مبناها بمثل هذه الأيام خلال شهر آب من العام 2009، وفيما استذكر دبلوماسيون حاليون وسابقون العشرات من رفاقهم الذين سقطوا بالتفجير. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن التضحيات التي قدمتها الوزارة تصب بمسار التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب. 19 من آب 2009 استهدف مبنى وزارة الخارجية. السفير السابق والدبلوماسي نجيب سرود تجول في مكان الحادث متذكرا زملاء وأصدقاء فقدهم إثر الحادث الإرهابي. الخارجية العراقية عمرت مبناها بعد أعوام وعلقت في لوحة مدخلها أسماء الشهداء. يوم ما زال وكأنه جرح لم يندمل لكثيرين من السلك الدبلوماسي الذين حضروا لإحياء مرور 12 عاما على تلك الذكرى الأليمة. هذا اليوم يعني كان يوم مؤلم، تعرضت الوزارة إلى تفجير إرهابي كبير وسقط العديد من الشهداء من خيرة الموظفين اللي موجودين عندنا والجرحى. والشيء اللي المؤلم انه اغلبيتهم نعرفهم، بس الشيء الاخر انه نفس الموظفين. انا موجود لما صار التفجير وانهزينا هزة كبيرة. وزير الخارجية فؤاد حسين وضمن كرنفال أقيم في مركز الوزارة ببغداد علق بأن الخارجية العراقية وجهة العراق للتصدي للتطرف والإرهاب عبر المحافل الدولية وماضية قدما في تمثيل البلاد لإرساء السلام وضمان حقوق موظفيها. إن التضحيات التي قدمتها وزارة الخارجية العراقية جنبا إلى جنب مع التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة بمختلف صنوفها ومسمياتها في دحر الإرهابي وحفظ كرامة الإنسان. هذه الذكرى تمر على بغداد التي استيقظت على 3 انفجارات آنذاك. الانفجاران اللذان استهدفا وزارة الخارجية وقعا بحسب الأجهزة الأمنية بشكل متعاقب. الإدانات الدولية والعربية أكدت دعم العراق عسى أن تعزز العلاقات الدولية في إرساء دعائم الأمن في المنطقة والحيلولة دون تكرار مآس أنهكت البلاد وأهلها. صبرين كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. وسط مظاهر الحزن والأسى، المؤمنون يرسمون لوحة إيمانية مليونية في مراسم ركضة طويريج الخالدة. وسط استنفار أمني وخدمي، المؤمنون يحيون في النجف الأشرف زيارة عاشوراء، والكاظمية المقدسة تكتظ بالزائرين. الرئاسات الثلاث تعزي بذكرى عاشوراء، والكاظمي يوجه القوات الأمنية بحماية الزائرين ومواكب العزاء. شكرا لكم، إلى اللقاء.